إذن ينضم إلينا من العاصمة الصينية بكين نادر هونغ الكاتب الصحفي. أستاذ نادر، بعد التحية دعنا نتحدث عن المتوقع فيما يتعلق بحزمة المساعدات لمعالجة ولدرء مخاوف المستثمرين، ما الذي من الممكن أن يحدث؟ أهلا ومرحبا بكم. ومؤخرا عقد الاجتماع الخاص للصين أو لوضع الخطط للوضع التنمية الاقتصادية في النصف الثاني للعام الجاري، فأكدت الصين في هذا الاجتماع أنه سيقوم بالمزيد من الإجراءات لتوسيع الطلب الداخلي وكذلك تعميق الإصلاح يعني إصلاح الهيكلي على جانب الأرض، على وكذلك التحسين الاستثمارية وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك إعداد الصناعات التحويلية المتقدمة وكذلك التشجيع على الابتكار والتكنولوجيا ويعني الاستقرار ومواصلة تطبيق السياسات المالية المسيرة وكذلك السياسات النقدية المستقرة. نعم، ما الجديد الذي حدث حتى دعا الحكومة الصينية إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ لأن هناك يعني في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وكذلك نقص القوة الدافع للطلب الداخلي، ف يعني الصين تركز على توسيع الطلب الداخلي لكي يكون كذلك الدافع للنمو الاقتصادي، لكي يكون هناك قوة قوية وإمكانيات قوية للنمو في النصف الثاني من هذا العام وكذلك معالجة المخاطر المالية المحتملة وكذلك زيادة الثقة المواطنين وكذلك المستثمرين في توقعات النمو الاقتصادي الصيني في المستقبل. نعم، أبرز الصناعات التي تأثرت نتيجة لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية ما هي؟ الاقتصاد يعني بسبب كذلك يعني الوضع الخارجي، فهناك بعض بعض الشركات تعرضت للعقوبات او تعرضت وكذلك عدم يعني نقص للتوظيف وغيرها، يعني جعلت وكذلك نقص الاستثمارات او الدعم المالي، فاصبح تواجه الصعوبات في الانتاج والتشغيل. نعم، الصين من الدول التي لها علاقات اقتصادية بعدد كبير من الدول، لكن دعنا نتحدث تحديدا عن العلاقات الصينية الأمريكية من الناحية الاقتصادية، كيف هي في الأونة الأخيرة مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي يعاني منه العالم كله؟ نعم، هذا بسبب الحرب التجارية والتكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين، فهناك يعني طبعا صعوبات مؤقتة والخسارة لبعض الشركات، ولكن هذه الحرب يعني ستدر بمصالح جميع الشركات الصينية وكذلك الشركات الأمريكية، لأن كذلك الشركة الأمريكية خسرت. أستاذ نادر، عذرا على المقاطعة، لكن في الأونة الأخيرة أصبحت هذه العلاقات لها وجه آخر، يعني أصبحت ليست كما كانت في السابق. نعم، في ظل محاولات الولايات المتحدة لاحتواء الصين في كل المجالات وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد وكذلك التكنولوجيا، يعني هناك صعوبات وكذلك هناك تأثيرات سلبية على كلا الطرفين. فالصين الآن كذلك وضع استثمارات هائلة في معالجة النقاط الضعف من جانب الصيني مثل
الاستثمارات بإعداد صناعات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك يعني البحوثات، وكذلك الابتكار والتصميم. نعم، من العاصمة الصينية بكين نادر رونغ، الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك.